مرحبا بكم من شركة ون فاينانشال ماركتس للحديث عن آخر تطورات الأسواق لجلسة اليوم يوم الاثنين الموافق ل 23 سبتمبر من عام 2019. تباينت مؤشرات الأسهم العالمية خلال تداولات اليوم مع عودة الحذر بشأن النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بعد إعلان وفد صيني عن إلغاء زيارته للولايات المتحدة الأمريكية. ذلك الشيء أعطى دافع للأسواق لأن يكون شكوك بعودة شبح النزاع التجاري بين الولايات المتحدة الأمريكية والصين بعد هدنة مؤقتة أخيرة رأيناها بين كلا الطرفين. طبعا استمرار النزاع التجاري سيؤثر على الاقتصاد العالمي والذي لطالما تعرض لضغط بيعي مع التوقعات التي زادت بأن يكون لدينا ركود اقتصادي عالمي يلوح في الأفق بسبب النزاع التجاري بين البلدين. بالنسبة أيضا لأهم ما تترقبه الأسواق خلال جلسة اليوم لدينا حديث محافظ البنك المركزي ماريو دراغي أمام الشؤون الاقتصادية في بروكسل. ورأينا خلال الاجتماع السابق البنك المركزي الأوروبي قام بتخفيض أسعار الفائدة والنظرة التشاؤمية ما زالت مستمرة من البنك المركزي الأوروبي وذلك سيضغط على اليورو لنرى مزيد من الضغوطات. هذا بالنسبة لجلسة اليوم. في وقت لاحق من هذا الأسبوع تترقب الأسواق أيضا بيانات مهمة عن الاقتصاد الأمريكي. لدينا الناتج المحلي الإجمالي يعتبر من أهم المؤشرات الاقتصادية التي يراقبها البنك الاحتياطي الفيدرالي وأيضا لدينا من البيانات المهمة قرار البنك النيوزيلندي من المتوقع أن يقوم بتثبيت أسعار الفائدة عند 1%. هذا بالنسبة لآخر تطورات الأسواق. انتظرونا في تقارير أخرى.